بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الحقوق العينية، وقبل الدخول في الحقوق العينية تكلمنا بشكل عام عن الحقوق وتقسيماتها إلى حقوق عامة وحقوق خاصة. تدرجنا بتقسيم الحقوق وقلنا أن الحق هو كل ما له قيمة مالية، والحق يحتاج إلى محل، ومحل الحق ما هو؟ الشيء. طيب، قمنا بتقسيم الأشياء إلى أكثر من قسم ونوع، بدءا من العقارات والمنقولات وانتهاء بالأشياء المملوكة والغير مملوك. هذا التقسيم كله كان في المحاضرة السابقة. وأيضا قلنا أن الحقوق تقسم إلى قسمين، حقوق شخصية وحقوق عين. والمقصود بالحقوق الشخصية هي أنها رابطة، هو يعني بالتحديد تعريف الالتزام، هي رابطة قانونية بين شخص وشخص. بموجب هذه الرابطة يستطيع الدائن مطالبة المدين بنقل حق عيني، ركزوا، نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع، اللي همنا أنه نقل حق عيني. طيب، هذا الحق الشخصي رابطة بين شخص وشخص. أما الحق العيني فهو رابطة بين شخص وشيء، يعني علاقة بين شخص وشيء، والعلاقة المديونية غير متصورة في الرابطة بين الشخص والشيء، أما بين الأشخاص علاقة المديونية تكون موجودة. فمتى ما كان أكو دائن ومدين معناها أكو حق شخصي وبالتالي رابطة قانونية التزام، ومتى ما كان علاقة بين شخص وشيء معناها لا توجد المديونية. طيب، الحقوق العينية بدورها تقسم إلى قسمين، حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. كما ذكرنا بالمحاضرة السابقة أن الحقوق العينية الأصلية هي، أو أساسا خلينا نبدي بتعريف الحق العيني شنو هو. الحق العيني هو سلطة للشخص على شيء معين. طيب، هذه السلطة إذا كانت مباشرة شنو نعتبر الحق؟ حق عيني أصل. أما إذا كانت بواسطة فيعتبر الحق العيني تبعي. وقلنا أن الحقوق العينية التبعية تقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز. أما الحق العيني الأصلي فما هو مضمون الحق العيني الأصلي، أو كم قسم يقسم الحق العيني الأصلي؟ أي نعم، جيد. أساس الحق العيني الأصلي هو حق الملكية، وحق الملكية يتفرع عنه أكثر من حق، أكثر من حق عيني، لكن الأساس شنو هو؟ حق الملكية. فحق الملكية وما يتفرع عنه هو أقسام الحقوق العيني. طيب، إذن نبتدي بأول نوع من أنواع الحقوق العينية الأصلية وهو حق الملكية. ما هو حق الملكية؟ أي نعم، بعد هسه ما ندخل بالخصائص. اول شيء عندنا مفهوم حق الملكيه او تعريف حق الملكيه. عرف حق الملكيه بانه الملك التام الذي من شانه ان يتصرف به المالك تصرفا، ركزوا على العبارات، مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعه واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكه وغلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة، يعني التصرفات الغير جائزة لا يمكن. طيب، هذا تعريف حق الملكية. من خلال هذا التعريف نستشف ثلاث خصائص رئيسية
يتصف بها أو مميزات يتصف بها حق الملكية. الخاصية الأولى لحق الملكية أي نعم. جي هنا عندنا اول خاصيه من خصائص حق الملكيه انه حق دائم. طيب السؤال يثور، ما المقصود بالدائميه؟ يعني شنو نقصد انه لما نقول حق دائم ايش نقصد بيها؟ ها بعد غيركم اي الشخص المالك الى حين التصرف الشخص المالك بعد غير إجابة أي. جي إذا نقول شخص المالك يعني معناها أنا مثلا فرضا شخص معين يملك دار وهذا الشخص توفى، إذا قلنا أنه الدوام مرتبط بالشخص أنه هذا الحق دائم مرتبط بالشخص معناها إذا توفى الشخص حق الملكية شبيه انتهى، بينما هو لا ما ينتهي ينتقل إلى الورث. فإذا شي يكون هنا أنا الدوام مرتبط بمن؟ صفة الدوام تكون مرتبطة في محل الحق، محل حق الملكية اللي هو الشيء المملوك. فمتى ما كان هذا الحق دائم الحق ايش به حق الملكية؟ دائم. متى ما كان الشيء دائم الحق يكون دائم. خلي أفرض أنا أملك هذا الكتاب، عندي سلطة عليه لو لا؟ سلطة مباشر، اشتريت. طيب هذا الكتاب إذا أبيعه أنقله لشخص ثاني حق الملكية ينتهي؟ حق الملكية ينتهي، مو حق الملكية ينتهي بذاته، لا، السلطة اللي إلي تنتهي وتنتقل السلطة إلى شخص آخر. معنى هذا الكلام أن حق الملكية ثابت وباقي. طيب إذا هذا الكتاب احترق، احترق هذا الكتاب احترق، حق الملكية شبيهة حق الملكية يزول. ليش؟ لأنه محل الحق زال، فهنا صفة الدوام ترتبط بدوام وزوال محل الحق اللي هو الشيء. هذه الخاصية الأولى، ونستفاد من هذه الخاصية أنه باعتبار أنه حق الملكية حق دائم معناها أنه لا يمكن تقييد حق الملكية بمدة معينة أو وقت. يعني ما أقدر أقول لشخص ثاني أنت تملك هذا العقار لمدة شهر مثلاً، فحق الملكية من صفة الدوام بأنه لا يمكن تحديده بوقت مدة محددة، أيضا لا يزول بمن؟ بالتقاضي. شلون يعني؟ أنت لما تجي تبيع عقار تبيعه نهائيا، يعني ماكو إمكانية أنه تقول له أبيع لك إياه لمدة شهر ودور ترجع لي البيع ينتهي، لا. فنقل الملكية، الملكية لما تنتقل ما يصير تحددها بمدة لأنه عقد أو حق شنو؟ دائم. هذا الخاصية الأولى. أما الخاصية الثانية لحق الملكية إيه؟ حق الملكية حق مانع. إيش نقصد بحق الملكية حق مانع؟ جي هنا لما نقول حق ملكية حق عيني أو سلطة مباشرة للشخص على شيء معناها أنه هذا الشخص اللي يملك هذا الشيء هو فقط له الحق بالاستعمال والاستغلال والتصرف. صراحة تقولون شنو استعمال واستغلال والتصرف، راح نجيهم بعد قليل إن شاء الله بنطاق حق الملكية. هذا المالك حق الملكية اللي إله يمنع الأغيار من استعمال الشيء أو استغلاله أو التصرف فيه، فنقصد بمانع أنه يمنع الغير من الاستفادة منه. يكون مقتصر على اليمن مقتصر أو مقتصر على المالك فقط، لكن في بعض الأحيان نلاحظ أنه الغير ينتفع بالملك وربما جبرا، يعني مو قضية اختيارية. لما تكون الأرض فرضا محبوسة عن الطريق العام وأرض جارك، أنت تملك أرض، هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وأكو بصفك أرض أخرى للجار، وهذا الجار
لابد انه لو تمر من ارضه لو ما توصل لارضك انت بعد. هنا يكون مجبر صاحب هذه الارض الثانيه انه انت تمر. فهنا أنا تقيد بمن؟ بموجب شنو؟ بموجب القانون. طيب هذا معنى الخاصية أنه حق الملكية حق مانع. الصفة الثالثة والخاصية الثالثة هي أنه حق الملكية حق جامع. أي جي. هنا عندنا حق الملكية حق جام. هذه الخاصية تقصد أو يقصد بها أنه المالك مالك الشيء له سلطات ثلاث: استعمال واستغلال. له الحق في هذه السلطات الثلاث، ثلاث سلطات يقدر يستعملهن ويستعمل موجبهن الشيء. شلون أستعمل؟ عندي دار أسكن بيها، أستغل، عندي دار أجرها، تصرف أبيعها أهدمها أنا حر. فحق الملكية ينطي للمالك جميع السلطات. فهذا نقصد به أنه حق الملكية حق جامع. وبالحقيقة هذه الخاصية هي التي تميز حق الملكية عن باقي الحقوق العينية الأصلية. شلون؟ أنا لما أملك دار وأنطي حق منفعة لشخص آخر، هنا أنا الملكية حق عيني أصلي لو لا؟ حق عيني أصلي، سلطة مباشرة. ولما أنطي منفعة، حق منفعة لشخص آخر، حق المنفعة يعني أنطي أخليه يعني ينتفع بهذا الشيء، ينتفع بهذا الدار، يسكن به، يريد أجره، يريد يبني بعض القضايا أكيد بالاتفاق، فيقدر ينتفع به، هذا حق المنفعة. طيب حق المنفعة ايش بيه؟ بيه سلطتين. اللي انطيه حق المنفعة يقدر يستعمل ويقدر يستغل، اما يقدر يبيع يتصرف. يقدر يبيع حق المنفعة نفسه، لكن يقدر يبيع الملك العقار؟ ليش؟ لانه من خصائص حق الملكية انه حق جامع، الاستعمال واستغلال وتصرف محصورة فقط في شخص. أما الاستعمال والاستغلال ممكن أنطي بس الاستعمال حق الاستعمال، وممكن أنطي حق الاستعمال وحق الاستغلال، لكن حق التصرف إذا أنطيته بعد أنت احتكرت. لكن في بعض الأحيان نلقى أكو أراضي مملوكة للدولة تنطي حق التصرف، ملكية الرقبة تبقى لمن؟ للدولة، وتنطي حق التصرف للأفراد أنه يبيعون يشترون بها، لكن ملكيتها لمن تكون؟ هذه الأراضي يسموها الأراضي الأميرية. طيب هذه الخواص الثلاث اللي ذكرناهن خواص لمن؟ خصائص منه حق الملكية. هذا الحق الملكية لابد من وجود سلطات به. السلطات اللي ذكرناهن الثلاث اللي هن يعبر عنهم بالكتاب مضمون حق الملكية. حق الملكية شنو مضمونة؟ أنت من تقول أنا أملك هذا العقار أو أملك هذا الشيء، معناها أنه أنت عندك سلطات ثلاث: استعمال واستغلال وتصرف. الاستعمال شنو؟ الاستعمال أي جي. هنا الاستعمال عندي استعمل الشيء في سبيل الحصول على منافعه. اما الثمار فتعتبر استعمال؟ لا، الثمار ايش تعتبر؟ تعتبر استغلال السلطه الثانيه. فاذا اجيت انا عندي دار سكنت، عندي دار ايش سويت لها؟ قسمتها اجزاء مثلا اكثر من مجتمع وأجرت، لما سكنت بيها شو يعتبر هذا؟ استعمال.
لما أجرتها سوت استغليت. الاستغلال شنو؟ إيه؟ القيام بالأعمال اللازمة للحصول على غلة الشيء. شوفوا استغلال وغلة. مثلا الدارة أجرها أو المزرعة حصل على ثمارها. طيب هذا الدار بعته، هذا شو يسموه؟ هذا تصرف. هذا الدار هدمته وهبته، هذه كلها تعتبر تصرفات. هذه التصرفات كلها تكون مطلقة، اللي حرية أتصرف بشرط. شنو هو الشرط؟ أن لا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة ويدخل من ضمنها المصلحة العامة. لو نرجع شوية ذاكرتنا، حق الملكية أساساً من نشأ أو شلون تطور وصار؟ ها شو تقولون؟ شلون كان حق الملكية سابقاً؟ هي عيال جيد. بعهد جمع القوت كانت الملكية شنو؟ ملكية جماعية، يعني مجموعة أشخاص القبيلة كلهم اللي موجودين يملكون الأرض والأدوات وكل شيء. بعد ذلك، بعد ما انتهى عهد جمع القوت، دخلنا بعهد الزراعة، انتقلت الملكية من جماعية إلى ملكية عائلية. صارت كل عائلة تستوطن لها بمكان قطعة أرض معينة وتزرعها وتستفاد من عندها، هي تملكها. بعد العائلية، بعد الملكية العائلية، صارت أن الملكية الفردية، صار كل فرد إلى شنو؟ الحق بأنه يمتلك الحالة لنفسه وحده. طيب الملكية الفردية لما انتقلنا لمرحلة الملكية الفردية خلاص انتهت بعد الملكية العائلية؟ لا، بقت محتفظة ببعض الأمور. يعني بقت أنه الوالد لما يتوفى الملك مالته شي يكون للعائلة، ينتقل به بالإرث، فبقى جزء من الملكية العائلية انتقل إلى الملكية الفردية. طيب سؤال يطرح، هل أن حق الملكية وحمايته يرتبط بالفرد فقط؟ لا، سابقا أكو عندنا طبعا نظريتين أو اتجاهين. الاتجاه يقول أنه حق الملكية فردي، الهدف من عنده للفرد، حماية الفرد. أما الرأي الثاني شو يقول؟ يقول لا، حماية المجتمع. يعني صح هي الملكية للفرد نفسه، لكن وظيفة الملكية أو وظيفة الفرد هو شنو؟ وظيفة اجتماعية. شلون نلمس هذه القضية الوظيفة الاجتماعية؟ لما نشوف أكو تعارض بين حق التصرف أو سلطة التصرف، تعارض ويا من؟ ويا المصلحة العامة، يمنع المالك من هذا التصرف. واضح شلون؟ يعني أنا لما أجي عندي أرد أتصرف بهذا العقار اللي عندي، لكن هذا التصرف يتعارض مع المصلحة العامة، يضر بالمنطقة، يضر بالحي، يضر بالبلدية، بالخارطة السكانية مثلا، أقدر أتصرف؟ لا، ما أقدر أتصرف. هنا أنا صار قيد لو مو قيد؟ قيد. فمن هذا نستشف أنه الملكية الفردية اللي موجودة عندنا وظيفتها شنو؟ اجتماعي. هنا نكون تناولنا السلطات الثلاث: استعمال واستغلال وتصرف. بعد نتناول شنو؟ النطاق. أو قبل لا ندخل بموضوع النطاق نذكر قضية الاستغلال. لما استغل الشيء اكو فرق عندنا بين الثمار وبين المنتجات. ايه جي يفرق الفقه والاجتهاد بين الثمار والمنتجات. شو يقول؟ يقول الثمار شنو هي؟ اللي تتم بشكل دوري، انتاجها يكون بشكل دوري،
مثل المحاصيل الزراعية، مثلا ما نزرع فواكه أو خضروات، شو يطلع بصفة دورية كل سنة؟ ينتقص من الأرض؟ ما ينتقص من الأرض. أما لو أجي أستخرج فحم أو معادن من الأرض، هنا أنا اقتطعنا من أصل الشيء لو لا؟ صفة دورية؟ لا، مو صفة دورية. هذا شو يعتبر؟ هذا يعتبر شنو؟ منتجات. فإذا اقتطعنا من أصل الشيء هذه تعتبر منتجات. طيب، عملية التفريق بين الثمار والمنتجات بها فائدة بالنسبة للمالك؟ ماكو فائدة. هو أنا أملك هذا الشيء، أقدر أقتطع براحتي أتصرف، وأقدر شو أسوي؟ أستغل استغلال دوري بس الثمار. لكن وين الفائدة تبين؟ أين تبرز الفائدة من التمييز بين الثمار والمنتجات؟ لغير المالك. شلون؟ يعني أنت عندك حق منفعة على مزرعة معينة، الثمار اللي تطلع من عندها من حقك تأخذها، أما المنتجات تقدر تأخذها؟ المن يكون ملكيتها للمالك. فهنا الفائدة وين تبرز؟ تبرز بالنسبة لغير المالك اللي يكون إلى الحق بالثمار للمنتجات، بينما إذا كان هو مالك فماكو فرق بين أنه نميز منتجات أو ثمار. الثمار تقسم إلى كم قسم؟ تقسم إلى ثلاث أقسام. إيه؟ الثمار الطبيعية اللي تنتج بفعل الطبيعة، مثل اللي ينتج عن المواشي، مثلا اللي ينولد مواليد، وعندنا الكلى الكمة، هذا الكمة اللي يطلع نسميه احنا بتعبيرنا الدارج الكمة بالصحراء، هذا بفعل الطبيعة. طيب، هذه ثمار شنو؟ طبيعية. ثمار مستحدثة هذه اللي شنو؟ اللي يدخل الإنسان مثل الزراعة، هذا اللي نزرع المحاصيل الزراعية. بعد عندنا ثمار مدنية، هي العائدات النقدية، الأموال اللي نحصلها من الشيء. هذه الثمار تسمى بالثمار المدنية. طيب، هذا شنو؟ الثمار. وانتهينا هسه من الاستعمال والاستغلال والتصرف اللي هو مضمون حق الملكية. الآن ندخل في موضوع وهو نطاق حق الملكية. يعني أنت لما تقول أنا أملك هذا الشيء، أتملكه من حيث الحدود، إيش تقدر تتصرف بيما تستعمل وتستغل وتتصرف؟ إذن حق الملكية لابد من وعاء يحوي حتى تمارس السلطة اللي إلك عليه. أنا من أجي أقول عندي هذه مزرعة أو هذا دار معين أو سيارة، السلطة تكون محدودة بيما اللي إلي الاستعمال واستغلال وتصرف بهذا الشيء بذات. وش يشمل هذا الشيء؟ الشيء وعناصره الجوهرية، وبعد وملحقاته وما يتفرع عن الشيء. شلون؟ عندنا مزرعة، هذه المزرعة الحدود مالتها، خلي أفرض دونم، هذا الدونم بحدود هذه الدونم أنا أقدر أستعمل وأستغل وأتصرف، زيادة عنها أقدر؟ إذن هي هذه الوعاء لحق الملكية. طيب، المحلات، أي نحدد المساحة إحنا، لأنه القانون أوجب على الجوار، يعني الجيران اللي يصيرون يملك عقار إلى جنب عقار الجار، أوجب أنه يفصلون بمن بيناتهم بحدود حتى نحدد المساحة أو النطاق اللي نطبق عليه حق الملكية. بعد العناصر الجوهرية، الجدران، الأبواب، الشبابيك، السقف، كل هذه تعتبر شنو؟ عناصر جوهرية من الدار. ملحقاته مثلا دار ومأجر محلات، هذه الملحقات هم إلك شنو؟ سلطة عليها. طيب، عندنا أكو فقرة اسمها العقار بالتخصيص، تذكروا هذا العقار بالتخصيص. لما قارنا بالبداية بين العقارات والمنقولات، قلنا العقار بالتخصيص شنو؟ ها، منو يذكرني؟ اي منقول يخصص لخدمة عقار، هو اصلا منقول جبناه خليناه يخدم هذا العقار. ايش صار؟ صار عقار. لكن شو يعبرون عنه؟ عقار بالتخصيص. مثل ايش؟ مزرعة بها محراث، هذا المحراث عقار بالتخصيص لو لا؟ المكان اللي موجودة مطور المي هذا الضخم يعتبر
مخصص لو ما مخصص؟ مخصص لخدمة هذا العقار. فهذا العقار بالتخصيص يدخل ضمن نطاق حق الملكية؟ نعم، يدخل ضمن نطاق حق الملكية ما دام هو جزء من هذا العقار. طيب بعد ايش عندنا؟ عندنا العلو والسفل بنطاق تحديد الملكية، يعني المستوى المرتفع علوا، يعني أنت تملك عقار العلو مالته ايش قد تنتفع به والسفل مالته ايش قد تنتفع به حق لك. هنا المشرع حصر القضية وين؟ حصرها بحدود المنفعة. يعني أنت علوا ايش قد تنتفع؟ ايش قد؟ 20 متر؟ 30 متر؟ ايش قد الفائدة اللي تستفادها؟ يعني ما تقدر تقول سابقا ايش كانوا يعتبرون انه العلو والسفل؟ انه مطلقة فوق دارك ايش قد ما تصعد انت كله لك هذا، واسفل الدار ايش قد ما تنزل هو كله لك. هذه سابقا قبل لا نكتشف المعادن وقبل لا ندخل بهذا التطور وتجي هذه عملية الطيران وغيرها، باعتبار انه اقصى حد كانوا يقدرون يوصلوا له وهو المنارة. منارة مثلا يبنون منارة مات جامع، او اقصى شيء مثلا كانوا يبنون قلعة، هذه القلعة ايش قد تتجاوز؟ يعني مثلا 50 متر 30 متر ايش قد يعني؟ لكن الها حد. بالوقت الحالي احنا الفضاء نقدر نستثمرها. هسه اذا واحد عنده طيارة ما يقدر يعني يصعد ويطير او يبني له ناطحة سحاب، يقدر لو لا؟ هنا ايش قد الحدود اللي نقدر نستثمر بها الفضاء اللي فوق الدار او فوق العقار؟ بحدود المنفعة. يعني ما تقدر تقول انا امنع الطيران يمر من فوق بيتي، تقدر بحجة انه انت تملكه؟ لا، ملكيتك مقتصرة او السلطة مالتك مقتصرة على المستوى اللي تقدر تنتفع به. كذلك باطن الارض نقدر اقدر اسوي نفق تحت الارض مثلا، او اقدر اسوي سرداب او اسوي طابق ارضي جوا تحت الارض، لكن اقدر انزل فد 100 متر جوا لحد ما تطلع المعادن مثلا او المياه الجوفية؟ لا، هنا انا ممنوع، ما يصير، ما اقدر، لان حدود المنفعة هي اقصى حد خلي يكون مثلا انه ابني لي فد سرداب جوا او ابني لي فد طابق، لكن لما انزل واحفر جوا واسوي مشاريع وبناية جوا ثانية، لا، هذا هنا ايش يصير؟ يتجاوز حدود المنفعة، باعتبار راح اوصل لمن؟ راح اوصل للمعادن اللي هي مو من حقي، تدخل لمن؟ ترجع للدولة، تتعلق بمن؟ بالمصلحة العامة. ومثل ما قلنا انه الملكية وظيفتها شنو؟ اجتماعي. فمتى ما حصل تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية اللي هي حق الفرد، يا هو اللي يغلب؟ المصلحة العامة. لهنا نكون انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم. تناولنا بها، شو تناولنا؟ إذا هيك نسترجع بشكل سريع، تناولنا حق الملكية في ذاته من حيث التعريف ومن حيث الخصائص، وقلنا الخصائص ثلاث: جامع ومانع ودائم. وبعد ذلك تناولنا النطاق العناصر، وبعدها تناولنا مضمون حق الملكية اللي هو السلطات الثلاث: استعمار واستغلال وتصرف. أكو أحد عنده سؤال بعد؟ أي تفضل. هذا الاستثناء موجود وين؟ ممكن أنه أنت عندك، إحنا قلنا أنه حق الملكية باستعمار واستغلال وتصرف، تقدر تمنع شخص من أنه يتصرف؟ أي نعم تقدر، في حالة معينة، إما بنص القانون قلنا وذكرناه أن لا تعارض أكو، أو بالاتفاق. يعني أنا أجي أكتب بالوصية أنه أنت مثلا ما لك حق إلا خلال مدة معينة يلا تستعمل أو تصرف أو تتصرف بهذا العقار، يصير له ما يصير؟ يصير أمنعك من التصرف لمدة معينة، لكن هذه المدة ممكن تصير مؤبدة؟ لا، راح يتعارض ووظيفة حكم، فتكون مدة محددة، لابد أن تكون مدة محددة، وغير مو أضرب مدة خيالية أقول مثلا بعد 1000 سنة يلا تقدر، مستحيل، لأن هذا الشخص يعيش 1000 سنة، أقول مثلا في 10 سنوات، أقول 5 سنوات ممكن أمنع، أو أبيعك وأقول لك مثلا أنه لا تبيع، ما ممنوع تبيع. هذا هنا شنو؟ منع من التصرف، لكن ممكن أسوي مؤبد؟ لا، يكون شنو؟ مؤقت. هذا هو المقصود بالمنع من التصرف. طيب أكو أحد بعد عنده سؤال؟